وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترون لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتاب الدرر في أجوبة أئمة الدعوة النجدية، أم أن القراءة في هذا الكتاب خاصة بكبار طلاب العلم؟ لا مانع أن طالب العلم يقرأ ويطلع لكن للاستفادة والتزود، لكن لا يقتصر على هذا ويترك طلب العلم، لأن يعني بعض الإخوان يريد يتتلمذ على الكتب، يقول لست بحاجة إلى أن يقرأ على العلماء، هذا غلط. أما أنه يقرأ على العلماء ويقرأ في الكتب هذا جيد، هذا جيد. نعم.